براق فقط أستاذة. اتهمتي بأنك عدوة المرأة الجزائرية. وصراحة سمعت هذا الاتهام وكاين منه، ولكن اللي مش اللي كاين منه الاتهام ولا صح انت عدوة المرأة الجزائرية؟ لا كاين منه الاتهام انه انا عدوة المرأة الجزائرية، ولكن اللي قالوها لي هما بنات وجنسي هما بنات كيفي، قالوا لي انت دائما تقفين الى جانب الرجل ضدنا احنا النساء. قلت لهم انا وراه العيب انه نوقف مع الرجل، حاسبوني لو وقفت مع الذكر. سي فري كاين فرق كبير ما بين الرجل والذكر، اعطيني راجل ضرب امراه ما كاش، اعطيني راجل هان امراه ما كاش، اعطيني راجل بيت مرته بالشر وراح يصرف على بنات ما كاش. اللي يدير هذه السلوكات انما هو الذكر فقط، فشرف كبير ليا انه نوقف مع الرجال، شرف كبير. ولكن استاذه لكن يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ما كاش غير المؤثرات، كاين حتى مؤثرين لحتى هما يقوموا باشياء يعني يندى لها الجبين. هو صح اتهام ايضا حقيقي، ولكن انا لما كنت نوجه ربما خطاب العداء وديزابوني كنت نقصد بها اصحاب المحتوى السيء، سواء كانوا ذكورا ام سواء كانوا اناث. ولكن اللي نقولها انا ما قلت لك اليوم ما عندي منين نحشم، اللي قدروا يوصلوا الى عقيده البنت الجزائريه هما البنات ماشي الاولاد، هما البنات هما اللي قدروا يصنعوا واحد المسار في الانحراف. وصلوا البنات روحوا للشارع سقسيو، انا دائما نقول انه الضحايا في كل هذا انما هم البنات المراهقات ولا البنات الجامعه ولا البنات اللي ممكن ضحايا الانفصال الاسري اللي قدر يدخل الى عقيدتهم العقليه. هم البنات ماهمش الاولاد، هذه انا نتحمل مسؤوليتها.